السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اعرف كلام جارح وراح اتحمل كلام سيء اللي هي، لكن احنا العراق هذا ديدنا، نكره اللي يحكي الحق، ابدا نكره ما نريده، اذا اكو حق ما نريد الحق. لكن حفاظا على الشعائر الحسينيه وحفاظا على قضيه السيده زينب، انا راح انطق ذني النقاط. هواي اكو منشورات شفتها انا بعيني وقريتها يطالبون من هيئة المواكب منع النساء وخروجها أيام محرم ومرافقتها للمواكب. أخي أنت صحيح مشيت ونزلت منشور لهيئة المواكب وقلت لهم مريد نسوان ومريد شيء بالمواكب. هيئة المواكب ما لها علاقة بهذا الموضوع، هيئة المواكب عليها تنظيم أمور المواكب. أما أنت رب العائلة، يعني أنت ما راح تعرف عائلتك راح تطلع للمواكب، انت منعها مو هيئة المواكب. اليوم النساء، اعرف كلامي راح يجرح البعض، النساء اللي تريد تواسي السيدة زينب تخلي مجلس ببيتها، مو تطلع تدافع ويا الزلم. وشايفين اذا صار توزيع عصير او تفاحة او برتقالة شلون يصير العالم، تذابح مذابح ومدافع واحد فوق الثاني. زين، هذا لا يرضى بي لا الإمام الحسين ولا السيدة زينب ولا صاحب الزمان. فإخوان، أنت رب العائلة، أنت من خلال تصرفك راح تقدر تمنع عائلتك وما تخليها تطلع المواكب. أما الموضوع مو يم هيئة المواكب، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول حرام صوت المرأة ينسمع من الأجنبي، فكيف تروح تدافع بالمواكب تزاحم ويا الزلم؟ فعملوا بهاي الرسالة يا أخواني يا بائي الأعزاء، هاي رسالة جدا مهمة، ولا تنزلون منشورات على هيئات المواكب. أنت اللي تقدر تغير، ماشي؟ لا تقل لي هيئة المواكب هي سامحة، وهيئة المواكب هي تريد، وهيئة المواكب كذا، وهيئة المواكب تسوت هيج. مستحيل. انت اللي تقدر تمنع خروج النساء بالمواكب، انت رب الاسرة، فلا تذب للصوج شخص. وهاي طبعا حتى الخطباء وحتى رجال الدين حكوا عليها وما قابلين بهاي الوضعية. فيا اخواني، سيروا على نهج محمد وآل محمد وعملوا بصورة صحيحة، ولا تشوهون صورة الشعائر الحسينية. أنا أعرف كلامي يجرح البعض، لكن هاي حقيقة ولازم نتقبلها. وأرجو منكم مشاركة الفيديو حتى توصل الرسالة للكل. تقبلوا تحياتي، أخوكم المنشد مصطفى العبودي، في مالله.